عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة سكينة صورية. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشاهدوا معايا في الصور ديال الفيديو، غادي نحضروا خبز ديال لي ساندويتش وجميع لي ساندويتش، وهو خبز الهامبرغر اللي كيجي رائع جدا. سهل تحضيره، المكونات بساط كيف ما عودتكم دائما. كيف ما كتشاهدوا معايا الخبز ديالو ما كيجي لا معجن ولا مدقص، كيجي خفيف رائع جدا. ما عليكم غير تبعوا معايا لا فيديو الى الاخر باش نكتشفوا طريقه كيفاش نحصلوا على هذا الخبز ديال لي ساندويتش اي الهامبرغر. وفي نفس الوقت غادي نحضروا مع بعضياتنا الكفته اللي كتجي يعني بطريقه الهامبرغر، الشكل ديالها دائري وكنحافظوا عليه كما هو، طريقه سهله جدا. كنتمنى لكم فرجه ممتعه وتبعوا معايا لا فيديو الى الاخر، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم البنائين. وبالنسبه للمشتركين الجدد يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش يوصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه صوريه. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، ويلا نمشيو نشوفوا المكونات والمقادير كيفاش غنحضروا هذا الخبز ديال الهامبرغر او ساندويتش. ها هما دا المقادير كيف ما كتشاهدوا معايا. اول حاجه عندي دقيق الفرص الرطب، عندي هنايا 4 ديال الكيسان ونص ديال دقيق الفرص الرطب، 4 ديال الكيسان ديال الفرص الرطب. عندي هنايا 4 ديال المعالق من الزبده كبار، عندي بيضه واحده، معلقه كبيره من الخميره العاديه ديال العجن ديال العجينه عفوا، ومعلقه صغيره اي خماره وحده ديال الخميره الكيماويه، ومعلقه كبيره من الخل، ومعلقه كبيره من السكر الخشن اي سنيده، وقليل من الملح. اما الحليب عندي هنايا كاس ونص من الحليب الدافئ. هادو هما المكونات اللي كنحتاجو كيف ما كتشاهدوا معايا. نبداو على بركه الله، كنوضع كاس ونص من الحليب، ثم معلقه كبيره من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره ديال باش كنعجنوا، ثم كنوضع 4 ديال المعالق كبار من الزبده، وبيضه واحده، بيضه تكون متوسطه الحجم، ثم كنحرك جيدا. عاد كنضيف شاصيه ديال الخميره كيماويه ديال الحلويات، ومعلقه كبيره من الخل. كيف ما كتشاهدوا معايا الملحه كنضيفها حتى التالي، حتى كنضيف كاس تقريبا واحد كاس ديال الدقيق. عاد كنضيف الملح، الملح غير ثمن 4 معالق صغيره. كيف ما كتشاهدوا معايا انا عندي هنايا 4 ديال الكيسان ونص ديال الطحين ديال العنبه، يعني العبار ديال العنبه، كاس ديال العنبه طحين الفرص 4 ديال الكيسان ونص. انا كنوضع بالتدريج ثم تنحرك بالفوي او نعجن بيدي، باش هاد المرحله هذه كتسهل عليا مرحله الدلك والعجين، هذه كتسهل عليا مرحله الدلك. ملي كنضيف شويه بشويه كتسهل عليا مرحله الدلك. بعد ما جمعت العجينه ديالي كيف ما كتشاهدوا معايا، غناخذ واحد الفول وندير فيه قليل من الزيت، وندهن به العجين باش ما تلصقش ليا، وغنغطيها بواحد كيس بلاستيكي ونوضعها جانبا حتى تخمر معايا واحد نصف ساعه تقريبا، نصف ساعه بيد ما نوجد الحشوه ديالي اي الحشوه ديال الهامبرغر. عندي هنايا تقريبا واحد 500 غرام ديال الكفته. الحشوه ديال الهامبرغر سهله جدا كيف ما كتعرفوا، ممكن ديروا الكفته، ممكن ديروا لاداند، ممكن ديروا اي حاجه. انا ضفت ليها غير الملح والكمون والبزار فقط. ثم كناخذ هذا السيغ كل هذا الصغير، وكنحط واحد الورق ديال المطبخ، وكنبسطو وكنساعد بالقاع ديال الكاس باش كيجيني الشكل ديال هذاك ايري وجميل كيف ما كتشاهدوا معايا. ضروري هاد المرحله ديروا ورق ديال الطبخ او طرف ديال البلاستيك باش كتسهل عليكم المرحله باش نشكلوا دوائر ديال الكفته ديالنا اللي كنوضعوا في الهامبرغر. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه الطريقه. ممكن ديروا كفته ديال الدجاج، اي نوع ديال الكفته عندكم ممكن ديروه، ديال الدجاج او ديال لاداند. انا عندي ديال الغنمي درتها. كيف ما شفتوا التوابل درت ليها غير الملح والكمون والبزار. كيف ما كتشوفوا معايا هذه الطريقه سهله جدا باش كنحصل على هاد الدوائر ديال الكفته ديال الهامبرغر، كتجي يعني مقاده على حقها وطريقه. كنوضعها جانبا بعد ما اختمرت ليا العجين ديالي كيف ما كتشاهدوا معايا، كنقسمها لخمس او ست قطع. انا هاد الكميه ديال العجين كيف ما شاهدتوا معايا هاد المقادير كتخرج ليا 6 ديال الحبات ديال الخبز ديال الهامبرغر. الا بغيتوا اكثر من 6 الحبات، بغيتوا 12 او اكثر، ما عليكم غير تضعفوا المقادير. انا خرجت ليا تقريبا 5
ما خرجتش ليا السته لانني درتهم شويه كبار. الا بغيتوا تصغروهم واحد شويه بهذه المقادير غتخرجوا سته. انا كبرتهم واحد شويه كيف ما كتشوفوا قسمتهم على خمسه وكنجمعهم بهذه الطريقه. راه تبارك الله العيالات كلهم كيعرفوا كيفاش كيجمعوا العجينه ديالنا. ما كنقرصهم ما حتى حاجه، غير كنجمعهم كيف ما كنقولوا كنلولبهم عادي. ثم كنوضعهم في واحد الصينيه اللي غندخل الفرن، كندهنها بشويه ديال الزيت وكنرشها بشويه ديال الطحين وكنحطهم شويه مفرقين لانهم باقي غنخليهم يختمروا. غنغطيهم ونخليهم يختمروا واحد شويه جانبا واحد ربع ساعه، وغيضعف الحجم ديالهم عند الاختمار. ومنين غنوضعهم في الفرن، انا الفرن درتو مسبقا يسخن، يعني يكون الفرن ساخن جدا. من بعد ما اختمروا ليا الخبيزات ديالي ديال الهامبرغر، عندي واحد شويه ديال الحليب وضفت ليه شويه السكر، تقريبا نص كاس ديال الحليب وجوج معالق كبار من السكر. وكندهنوا، ما كندهن لا بيض لا بوالو، لا دهنا بيض غادي يتحرق لينا دغيا، كندهن غير بالحليب والسكر. ثم كنرش واحد شويه ديال السمسم او الزنجلان او البافو او اللي متوفر عندكم. انا درت شويه ديال الزنجلان، ممكن تخليهم يعني ما فيهم لا زنجلان لا والو من الفوق، غير هو ضروري يعني دهنوهم بالحليب وشويه ديال السكر، ما دهنوهمش بالبيض باش ما يجيوش يعني ما يطيبوا كيسبقوا الحرق على الطياب. كنسحب لكم راهم طابو وهما راه غير تحرقوا. انا خليت الفران ديالي يسخن ووضعتهم في الفران. ثم كنمشي نوجد الكفته ديالي اللي وجدت من قبل، كنديرها تقلى كتشحر عادي، يعني كندير غير شويه ديال الزيت في المقياس، غير شويه لانها ديال الغنمير غادي تطلق لي دام. كندير غير شويه ديال الزيت ثم تنبقى نوجد فيها كنقلبها حتى كتنضج ليا. بالمناسبه الفرن كان سخون، منين وضعت له اللاطه اللي فيها الخبز ديال الساندويتش انقصت يعني ما بين وبين كيف ما كتشاهدوا معي، انا ناقصه الفران. المده ديال الطهي ديالهم عاديه بحال اللي كطيبوا الخبز. ملي كيضاعف الحجم ديالهم كيف ما كتشاهدوا معايا، كطلعوا عليهم كتشوفوا راهم متحمروا من الاسفل، كتوضعوهم من التحت حتى كيتحمروا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا. هما راه باقيين سخان، انا كنعيا نخليهم حتى يبردوا باش ملي كنبرك عليهم كيطلعوا مفشفشين كيف ما شفتوا. ملي قلبت هذاك راه ماشي الحرق، هذاك غير داك الحليب اللي كنت درت بقى في الطاوة هو اللي دار ليا شويه ديال الحرق من التحت. معليش كيف ما كتشاهدوا معايا كيجيو يعني بحال القطن فشفشين ما معجين ما والو. ها نتوما انا كنبرك وهي كترجع تطلع الخبيزه ديالي كيف ما كتشاهدوا معايا. هنا ده غادي نوجد نبدا في التحضير ديال لي ساندويتش. بعد ما قليت الكفته وهذا هو الخبز ديالنا، ما كيجي لا معجن لا والو، كيطيب مده ديال الطياب ديالو 25 دقيقه او 20 دقيقه. عندي هنايا انا محضره الخوص مطيشه الفلفله البصله الكفته ديالي اللي حضرت، والخبز بطبيعه الحال ديال الهامبرغر كيف ما كتشوفوا انا غندور ندرك عليه كنشوفوا بانه ما معجنش. عندي بطبيعه الحال مايونيز والمونطارد، عفوا الكيتشوب، اللي بغى المونطارد يديفو. هنا دا كيف ما كتشوفوا هذه المرحله تقريبا كل شيء كيعرفها، ولكن بغيت نشاركها مع الجميع يعني كيفاش حضرنا الهامبرغر من الالف الى الياء. كيف ما عودتكم دائما الوصفات ديالي كنبغي ناخذهم معكم من الاول الى الاخر باش يكون كل شيء واضح ومفهوم. كيف ما شفتوا معايا انا دهنت طبقه بالمايونيز، طبقه بالكيتشوب، ثم وضعت الكفته الفخوماج واحد الدائره ديال ماتيشا، شويه ديال الخس، واللي بغى البصله يضيفها، اللي ما بغاش ما يضيفهاش. عندي فلفله حمراء وصفراء او خضراء اللي متوفر عندكم. الاساسي في هذه الوصفه وهو الخبز ديال الهامبرغر اللي كيجي رائع جدا، حسن من اللي كتشريه جاهز 100,000 مره. صدقيني سيداتي منين غتجربي هذا الخبز، يعني غير الخبز بوحدو ديال لي ساندويتش، ممكن ديري فيه طون، ممكن ديري فيه اي اومليت، اي نوع من لي ساندويتش تعمري به، هذا الخبز هذا صدقيني سيدتي كيجي رائع جدا. والمقادير كيف ما شاهدتي معايا ديالو ساهلين وما معقدينش، والطريقه ديال التوجد ديالو يعني بلا دليك بلا عجين، يعني غير كنضيف الطحين بالتدريج وانا كنخلط بالفوي او بيدي، يعني ما كنحتاجش ندلكها. كيف ما كتشاهدي معايا سيدتي هذا هو الهامبرغر ديالنا، كيجي رائع جدا. والرائع فيه من غير العماره اللي درنا فيه اي الكفته، اي واحد راه غيحضر الكفته، اي واحد غيدير شرائح ديال الفخوماج والخس وماطيشه، الحاجه الرائعه فيه وهو الخبز ديالو، كيجي رائع جدا. صدقيني سيدتي الخبز ديال هاد لي ساندويتش هادو ديال اللي حضرت كيجيو رائعين جدا، صدقيني ملي غتجربي ما تستغنيش عليهم. كيف ما كتشوفوا الزوج ديالي جا لقاني كنصور على غفله،
ويز وحده وضرب عدا ويني واش من عدا باش يوريكم كيفاش كيجي هاد الخبز عباره بحال شي كيك تماما بحال شي كيك كيجي مهوي ما معجن ما والو تبارك الله عدا واش من عدا دار ليه كيف ما كتشاهدوا معايا كيجي رائع جدا كنتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم وتجربوا الوصفه ديال اليوم بلا ما تعكزوا عليها راها ناجحه مليون بالمئة شكرا لكم للمتابعه وصلنا لنهايه الحلقه وكنتمنى لكم فرجه ممتعه وينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم ونتمنى تجربوه وما تنساوش تبخلوش علينا باللي لايك وبالتعليق ديالكم وبالنسبه للمشتركين الجدد يفعلوا الجرس باش يوصلهم دائما الجديد على قناه سكينه السويريه وشكرا لكم المتابعه وشهيه طيبه ودمتم في رعايه الله ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه السويريه.